المسلم عبد الغني الشنا مدعو عبد الغني الغليل مهرب مخدرات مغربي منطقة بوعر عمره 33 سنة. مخدرات كتنغرس في جبل كتامة كتنغرس جوج مرات في العام وعاود كيعطيها للمهرب المغربي وكيعطيها لنا حنا مكلفين بالنقد كنخرجو بها على الجزائر عبر الحدود كندخلوها بالحمير للحدود الجزائرية الجهة الجنوبية الغربية. الظروف ديال المعيشة هي اللي دفعتنا نديرو هاد الخدمة هادي. المعيشة غالية والخدمة ما كانش. حنا في هاد الشتا هدا البوطات ديال لي كاز كيجيبوهم العيالات فوقهم كيوصلوهم بشقات النفوس للدار وهاد الشي هو اللي خلى الشباب المغربي يزيد هاد التهريب هدا وهاد الريسك هدا. رغم كاع هاد العيشة اللي مكرفسة ولكن هاد الشي ماشي مبرر باش غادي نديرو هاد الخدمة هادي ولكن الله غالب.